أقرب لك من الجيران وأقرب حتى من بابك. أنا الشريان, أنا الشريان اللي يبين لمن تفقد أعصابك. هذا مع الهاي إيه والعصبية متحملك وصبر وياك ما ينحسب على المدة. وإذا توجعني جرحك عيني ما شده تبدو ياي وانتظر. لا لا مو هيك علاوة من البداية. أقرب لك من الجيران وأقرب حتى من بابك. أنا الشريان اللي يبين لمن تفقد أعصابك. متحملك وصبر وياك ما ينحسب على المدة. شلون؟ وإذا توجعني جرحك عيني ما شده تبدو ياي وانتظرك مثل شكل القصيدة اللي تبدو مسودة. تجر جفوفك وتزعل لأن كل قوتي أعصرها ولو حاسبها من حرصي لأن ما أريد أضيعها. لا 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 تجر جفوفك لا 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 تجر جفوفك لا 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 تجر جفوفك تجر جفوفك وتزعل لأن كل قوتي أعصرها ولو حاسبها من حرصي لأن ما أريد أضيعها. الفقير تضيع فلوسه أول شي يجب باله بكل قوته بعد من يمشي يلزمه. رجعت بذاكرة أهلي من قد ما ملولي لك وما ظل أمه حتى طلوك وأنا لجنت لمك مثل ما شعرك يلم الطوق. ليش تقل لي جنسيتك شعليها مواليدي أنا كبران من الشوق مودي لك قمر محد علي سهران وانت تجيب الأول ليلة لأهل الموت. شو تسوي لي متنازل المهم يبقى عيونك بالصور حلوات. تجيني هذا ربح تجي المهم يبقى شو تسوي لي متنازل المهم يبقى عيونك بالصور حلوات. تجيني وادري جيتك هاي جيت جيش متراجع او يعبر دمه ويقودك قبل لا تعبر الشعر. إذا ما يعبر دمه ويقودك قبل لا تعبر الشارع. إذا ما لك عرف بالطير المنع السمة تباوع تمادى بحبك تمادى بحبك شما شفت بي قصور. ومو مشكلة إنسان من تكض شباك ولا تدعي لي من نزور ولا تخليني مني نعس وينباك. خليني السهر المقعد الناطق أنا ردتك نقاط حروف اسم السير مو نقطة ضعف أنت. ولهذا السبب أكره القصة هواي إذا بيها البطل عاشق هو نقطة ضعف صاحبته. سلامتك. الله الله يسلمك.